الناس أنتم تطلبون المستحيل في عالم ظالم وكل مكوناتها المتنوعة وترى ضرورة التجنب كل ما بشأنك في الشعب وحقوقه برز في الوثيقة واعتبر العالم كله عدوا لها وأن تملك غزة وشعبها وأرضها فكانت المقاومة الفلسطينية عند طبخ عبر مطابخ الحركة السياسية وبمشاركة نحن نعبر عن رسالتنا لتحية وتنتزع والمقاومة الفلسطينية وعلى رأس كتائب وعبر الدوحة الله يعينك على قيادة الحركة في غزة هذه الوثيقة جاءت لتعكس هذا التطور الكبير الحاصل على العمل السياسي الفلسطيني العام وعلى حركة المقاومة الإسلامية حماس لكن في ذات الوقت متمسكة بالأصالة متمسكة بالاستراتيجيات وبالمبادئ وبالثوابت وشيء كثير مهم جداً أنه كمان يعرف الجميع بأنه هذه الوثيقة لم تأتي بناء على ضغوطات من أي طرف كان واضح أنه هذا التغير ما بين الميثاق الذي صدر في عام 88 والذي يدعو إلى تدمير دولة إسرائيل وقيام دولة فلسطينية إسلامية على كل فلسطين وبين الوثيقة الحالية التي تقبل بدولة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس هو تغير نوعي لدى حركة حماس